وفي الأثناء طلب المبعوث الأممي إلى سيرو ستيفان دي مستورا طلب بوقف إطلاق النار والقصف على الغوطة الشرقية. وأقال دي مستورا في بيان إنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا أي معوقات، بالإضافة إلى تسهيل إجلاء المرضى والمصابين بلا تأخير، داعيا الدول الضامنة لمحادثات أستانا لعقد اجتماع طارئ لإعادة تثبيت مناطق عدم التصعيد في سوريا.